بالنسبة لتغيير المدير السيد ديال الحمر انت معنا السيد ديال نجم مدينة طنجة استعدينا دينا البطولة تحت الدور 12 تحت الدور 12 حصلنا على 21 نقطة غير باش نقول دونك الدور 12 تحت الدور من دورة واحدة حتى الدورة 12 كان عندنا 21 نقطة غادي نركزو هاد الحصة هادي غادي نمشي للمدرب اللي هو عادل راضي بن جو في 12 دورة اللي من وراها يعني من دورة 24 جاب 22 نقطة يعني المشكل ما نطرحش مع رضوان الحمر ضيعنا 15 نقطة اليوم إلا كنا احتاجنا نقطة حتى مشات لنا 15 نقطة وما يمكنش المجهودات اللي قمنا بها اللاعبين اللي جبنا لهم ملي غنذكرها للاعبين سيد رضوان الحمر رفض ليا لاعبين فاش بغيت نبداو البطولة رفض ليا لاعبين جبت لاعبين في مستوى كبير منهم ماديكي ماديكي ديال اتحاد طنجة جا الكوكب المراكشي في طنجة في كونسونتراسيون قال لك هاد اللعبة ما بغيتكش داو طنجة حدانا انت راه كيتريني معنا انا هو هزو داو راه هو دابا مشى للسودان ولا الى اخره كان كيرفض اللعابة هادي الاولى ثانيا في كونسونتراسيون غير خلال المقابلات الحبية ثلاثة اللقاءات الحبية توقفوا على حضر اليوم علاش؟ سي الحمار كيدابز مع المدرب مع الحكام جينا للبطولة ما كاينش شي مدرب في البطولة المغربية توقف بحال حيدر توقف ثلاثة مرات ما كاينش شي مدرب اللي كيمشي للراديو مرة نهار اثنين وكيخلي ليا الفرقة حتى نهار الأربعاء كيجي وأنا هادشي ما كنبغيش نهضر فيه ما بغيتش ندخل نزيد ما غاديش نزيد هاد داكشي كثير أنا غادي نشرح لك من غير ضحك اسمعني خليني نتكلم ليماج ديال الكوكب كوكب مراكش ما يمكنش تطيح لهاد المستوى وما غاديش نهضر في هذاك المستوى اللي عشته والمستوى اللي عشته من بعد حشومة نتكلم هذا اليوم في الجامعة سي الحمار مشيتي قلت لها عمرك ما تبقاش تشوش على الفريق داك التشويش اللي خدمتي به راه حشومة عليك والله انا راه عندي تشويش بارك عليا التشويش اللي عندي كنتحارب على برا وكنتحارب لداخل اليوم باش ما نطوروش الهضره بغيتي كاع نهضروا على هذا التقرير الادبي ما التقرير الادبي التقرير الادبي ان الكوكب عاش خيانات هادشي كاع عرفتي الكوكب عاش خيانات خانوني الناس اللي معايا واللي ضدي والناس اللي من الخارج انا جاي نتحارب عليه على برا ما يمكنش تحارب معاه على برا والداخل ماشي معقول والناس معانا مش معايا ماشي في بارتو معانا عايشين معانا راي السابع قول يا مازن لا 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 سمحت يا سيدي لا 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 السيد الرئيس راه جات على خاطركم الاخوان غير بكل احترام السيد الرئيس راه تيتكلم خليه يكمل واللي بغى الكلمه راه تيقول لك تفضل السيد الرئيس احنا هنايا ماشي شي كنت لبس مع شي الناس عشنا خيانات ما كاين مشكل انا غنقول واحد الخطا باش تطلق نهار الاول نهار الاول نهار الاول راه كاين اخواني هنا اللي شاهدين قلت لكم الفريق في الاول غنبقى حي قدامت غنصاحبو فيها في الدوزيام ديفيزيون باش تعبر لها ديفيزيون قلت لكم عامين وراه كاين الناس اللي حاضرين على هاد الهضره هادي لا قلتها لكم عقدت بها علاش؟ لانني كنت عارف ان الطواياج كبير لان داكشي اللي كاين راه خطير راه خطير راه عشت مسائل زعما داكشي اللي جينا ندخلو فيه حيت الا دخلنا في لي ديتاي غنبداو نتهمو الناس ما عندناش لي بروميير ليغ ولكن داكشي راه واضح كاين حتى اللاعبين عندنا اللي بغيو يصيبوا لاعبين اوطور مسيرين داكشي راه خطير لهذا خص هادشي خصو
خصك تلقى وخص عمل باش تلقى تعرفها تعرف دابا 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 اليوم دابا عرفت دابا شكون اللي معايا وشكون كاين الناس اللي ما جاوش ما كيجيبولناش كاين الفلوس ما درتش غير خير هذا غير بغيت نرد الاعتبار دخلتو معايا في المكسب وخويا ودابا الى خويا دابا شي كثير انا ما غاديش انا ان شاء الله ما نحيدو انا شوف اسمع اسمع انا ماشي نحيد ما بغيت نتعايب مع حد انا عندي خدمتي وعندي شغالي ما مساليش لهذا الشيء انا بغيت نتعايب مع الناس شوف انا انا بغيت نمشي في حاجه ما غاديش فين نقول هذه افتح افتح الله يهديك اصاحبي تكلم الله يهديك شوف والله انا نقول لك انا نقول لك حتى دابا حنا كنهضروا بكل شفافيه انا راه كنمشي كنجي مراكش كندوز 6 ايام عارفين عارفين انا ما عارف والو ولدي حتى عارف انا دابا نقول لك انا كندوز 6 ايام هنايا كنمشي ندير ديالي لا كريس شدني كريس كنمشي بلون بلوس من هنا حتى طنجه ديال ديالي الله يجازيك بخير انا ما كنهضرش على هاد الامور هادي انا كنقول لك الكوك اللي هو راه خص الدقه راه كاين الناس اللي عايشين فيها باش تفرقوا فالموضوع اوتور تا الاوتور تا الاوتور تقنيه ما خلات ما دارت باش تفرقوا